يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشتبه علي الحق في الأقوال فما الطريق الصحيح للوصول إلى الصواب؟ طريق تبحث في الأدلة، إن كان عندك أهلية تبحث في الأدلة مستندات الأقوال، تأخذ ما عليه الدليل الصحيح. كان ما عندك أهلية تسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.